المرحلة القادمة رح يكون لها تداعيات كبيرة كتير وعلى المنطقة كلها. إذا ما تصرفنا من هلأ رح نلاقي صعوبات بعدين. أنا من رأي السيد وليد، طالما الأمور واضحة قدامنا ليش حتى نبقى نتفرج؟ الأمور واضحة، بس لأي حد مو يمكن نشيل بالنسبة لنا واضح يكون لوش تاني ما بنعرفه. إذا بقينا عم نراقب من بعيد يمكن نكون عم نغامر بشيء، إذا راح ما نعود نقدر رجعه بعدين. كلامكم كله صح وكل واحد منكم عنده وجهة نظر، بس كل وجهة نظر إلى طريقة تنفيذ مختلفة. طيب أنت مع أي وجهة نظر؟ أنا مع وجهة نظري. وشو هي وجهة نظرك؟ ممكن تطلعنا على التفاصيل؟ خبرتكم أنه أنا بتحمل المسؤولية بهي الخطة عن النجاح أو الفشل، والتفاصيل كلها رح خبركن عنها أول بأول. أخرت عليك؟ لا ما في مشكلة، بس لازم نلحق نورس أبو ميرو. أي يلا. تقدر تنفذ اللي اتفقنا عليه؟ الأمور كلها تمام يا أغا، ونحن جاهزين. كل شيء مرتب صح، ما في أي مبرر للغلط. أكيد يا أغا. شو بصير معك خبرني. سلام. هذا مركز الاستلام. ننزل؟ تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. ميت مرحبا. كيفك؟ سلمى. بحب اعرفك دكتورة امل، مشرفة على مركز الادمان. اهلا. صديقي نورس. اهلا وسهلا، تفضلوا. شو الأخبار؟ الحمد لله. شحنة المواد الطبية موجودة عنا ورتبنا كل إجراءات التسليم. تمام، أنا رح أبعتها المخابر تبعنا، وبس تطلع النتيجة ببعت لك كتاب بهالشي. رح ننتظر لتطلع النتيجة؟ لا دكتورة، لو بدنا نمشي على الروتين كنتوا رح تنطروا وقت طويل، بس العقيد كمال رح يتابع الموضوع باليد، نحن اتفقنا على هالشي. آسفة بس أنا هذا الشي اللي فهمته من كمال، مشان هيك خبرت العمال بالمخبر يجوا يستلموا المواد اليوم. ما في أي مشكلة. شكرا كثير لك. أنا طلبت منك هذا الشيء مشان نكون أول ناس مشجعين لهيك مركز، ومثل ما بتعرف ما في منه بكل البلد. بس في بعض الإجراءات لازم نعملها حتى نقدر نخرج المواد، وهي وراء تسليم المواد من إدارة الجمارك لإدارة المكافحة. طيب بخصوص التحليل؟ أنتوا رح تستلموا، ولما بتطلع النتائج تبعتوا لي هون وأنا بتصرف. تمام، شكراً كثير، عم نعزبك معنا. ولو واجبنا. يلا بالإذن. يا أهلين وسهلين، شرفتوا. سلام. مع السلامة. شكراً. مع السلامة. اقتنع بخطة سومر؟ لما قررت أرجع أشتغل معه قررت لأني مقتنعة فيه وباللي بيفكر فيه، وأي شيء بيخطط له الحمد لله بينجح. بس هاي المرة الوضع رح يكون مختلف. لأنه هيك الخطة اللي حطها سومر أهم من أي شيء ممكن نحن نتصرفه. ممكن. Thank you.
عن جد شكرا كثير. هلا هي توقعت تعزميني على العشاء بهالمناسبة؟ هلا بكره رح كون مشغولة كثير، بس المسا بنتعشى سوا وبنحتفل بمناسبة افتتاح المركز. وافقت. تصبح على خير. وانت منال. سوزي، والمعروفة من قبلك باسم سوزان، كانت موظفة عندك وصار هيك بيناتكم شوية استلطاف، وبما انه زوجتك يعني كانت متوفية ما كان شي بيمنع انكم تتزوجوا، وفعلا هذا الشي حصل وعشتوا ايام كتير حلوة، وهي عوضت لك عن اشياء كتير كانت ناقصتك. مهمتها الحقيقية انها تقتلك، يعني تحط لك الحب كل يوم على مدة طويلة، وهيك بتبين موتك طبيعية بدون أي شبهات. وكونها هي الوريثة لأعمالك اللي عم يديرها فيليب، فمعناتها الدائرة اكتملت ووصلوا لأهدافهم. تفضل. تفضل سيدي، هاي نتائج تحليل العينة اللي طلبتها. يسلموا ايديك. كل شيء تم مثل ما بدنا. هاي الضربة رح تكون تعويض لنا عن كل اللي خسرناه بالوقت اللي فات. هاي البداية، ورح نرجع كل شيء راح مع الوقت. أمانة على البضاعة؟ البضاعة بطريقة لرجالنا الموزعين، مجرد وصولها لألهم راح يعرفوا يتصرفوا. اطمن، بس نبدأ بالتنفيذ راح تصلكم تقارير أول بأول. سلام.
ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. شو هو؟ بدي منك اذا نجحت الخطه تبعك وقدرنا نوصل للاغا وصار مصيره بايدك انه ما تتخذ اي قرار بخصوصه قبل ما اقعد انا وياه لوحدنا. وانت شو بدك منه؟ بدي اساله عن مصير اخي عرفان، وبدي اساله اذا هو اللي قتل ابي ولا لا. وانت شو راح تفرق معك اذا ما كان هو اللي قتل ابوكي؟ في شيء انت ما بتعرفه، ومن الاساس انا ما كنت جيب سيرته لحدا ابدا. اللي هو ابي كان رجل اعمال كبير وكان صديقه المقرب للاغا، وبعد ما انقتل بظروف غامضه اختفت كل املاكه وانتقل كل شيء كان باسمه لاسماء اشخاص ثانيين. كيف وشلون ما حدا بيعرف. ليليان معناتها حكيك انك بتعرفي الاغا من زمان كثير، كان ممكن نقدر نصل له قبل هيك بكثير. الامور مو مثل ما انك متخيل ابدا. الاغا شخص كثير حذر، انا لهلا ما بعرف اسمه، بتصدق؟ طيب اذا كان الاغا في ابوكي عن جد، فليش لحتى يعذبك هيك انت واخوكي؟ هذا السؤال اللي محيرني وعم فكر فيه من زمان وما لقيت له جواب. وكل هالوقت اللي قضيتيه مع الاغا ما قدرتي تساليه؟ موقع بالشغل معه ما كان بيسمح لي ابدا اني اساله هيك اسئله ولا حتى افكر فيها. هلا شو متوقع اذا صار بين ايدينا يجاوبك؟ ليش لا؟ ممكن يضعف ويحكي. لا تشغلي بالك، أكيد رح نعرف منه الحقيقة إن شاء الله. فيني شوف الدكتور أمن لو سمحتي؟ عفوا ما عندنا حدا بهالاسم هون. شلون يعني ما عندكم حدا؟ هي الدكتورة المشرفة عندكم هون بالمركز. يبدو في سوء تفاهم، إذا بتحب موجودة المدام حنان مديرة المركز، ممكن تفيدك أكثر. إيه راح شوفها. عفوا يا سيد، وين فايت؟ أنا العقيد كمال من إدارة مكافحة المخدرات. أهلا وسهلا، شو بقدر أخدمك؟ حضرتك المسؤولية عن هذا المكان؟ تمام، تفضل ارتاح. في طبيبة مشرفة عندكم هون بالمركز اسمها الدكتورة أمل الكردي، مزبوط؟ احنا ما عندنا أبدا حدا بهذا الاسم، احنا هون الدكتور المسؤول عن هذا المركز اسمه الدكتور رأفت، وحاليا مسافر برات البلد. مستحيل. في شيء مو صح، أنا والدكتورة أمل جينا لهون أكثر من مرة، كان المركز عم يتجهز مشان الافتتاح، حتى مبارح بالليل يعني إجت شحنة مواد طبية واستلمها المركز. عفوا سيادة العقيد، شو عم تحكي؟ نحن لساتنا بالمرحلة الأولى لافتتاح هذا المركز ولهلأ ما استلمنا أي شيء، فيمكن في سوء تفاهم أو مخربط. مستحيل يكون مخربط. طبعاً مخربة. على كل، فيك تطلع على أسماء الموظفين والعاملين بهذا المركز، إنه نحن ما عنا حدا أبداً بهذا الاسم، ولحتى تتأكد أكثر فيك تنزل تشوف مستودعات المركز.
وتشوف بعينك انه نحن ما عندنا شيء وما استلمنا اي شيء ابدا. ما في داعي. اسف اخذت من وقتك. شو اللي عم بصير؟ ما بعرف. ننتظر لتطلع النتيجة؟ لا دكتورة، لو بدنا نمشي على الروتين كنتوا رح تنطروا وقت طويل، بس العقيد كمال رح يتابع الموضوع باليد. نحن اتفقنا على هالشي. آسفة بس أنا هذا الشي اللي فهمته من كمال، مشان هيك خبرت العمال بالمخبر يجوا يستلموا المواد اليوم. ما في أي مشكلة. شكرا كثير لك. أنا طلبت منك هذا الشي مشان نكون أول ناس مشجعين لهيك مركز، ومثل ما بتعرف ما في منه بكل البلد، بس في بعض الإجراءات لازم نعملها حتى نقدر نخرج المواد، وهي وراء تسليم المواد من إدارة الجمارك لإدارة المكافحة. طيب بخصوص التحليل؟ أنتوا رح تستلموا ولما بتطلع النتائج تبعتوا لي هون وأنا بتصرف. أنت طالب؟ إجاني عرض شغل بمركز لمعالجة الإدمان. ممتاز، هذا الشيء كتير منيح. بتعرف هذا الشيء عم بحلم فيه كل حياتي. يعني هو مركز متخصص لمعالجة الإدمان بيضم كادر كبير من الأطباء مختصين بهذا المجال، وأنا رح كون مشرفة على التجهيزات والمواد الطبية اللي بالمركز. كتير منيح، هذا الخبر أكيد بيفرحني. مشان هيك عم قلك أنه بدي شوية وقت ليتم الموضوع، بتعرف بده تفرغ ومتابعة، وبعدين حتصير الفرحة فرحتين. إذا هيك معك حق، إذا هذا حلم حياتك فلازم تحققيه، بشرفني يكون جنبك وانت عم تحققيه. ما عم بقدر لاقي حل لحالي، بحاجة لحدا يساعدني. حاسة فيك. بعرف، مشان هيك حابب ضل معك. بس لاني حاسه فيك. وكتير شغلات تانية. أمال، أنا بحبك. اطلعي من بيتي، اطلعي من بيتي ما بشوف خلقتك. اطلعي من بيتي. أنا حدا كتير بيعمل بالحب. هو فعلا الحب حلو، بس اللي بيفهمه صح. معك حق، لو كل الناس تعرف معنى الحب وبتآمن فيه كانت الدنيا أحلى بكتير. بس أنا شايفتها حلوة كتير. وأنت؟ أنا ما عم شوفها حلوة غير بالوقت اللي بكون فيه معك. أنت بتعرف قديش المركز مهم بالنسبة إلي، وأنا عم بستنى بفارغ الصبر لحتى يزبط، وكل أمور حياتي التانية متوقفة عليه. أنا بعرف هذا الكلام كتير منيح ومتحمس أكتر منك، بس ما فهمت شو الموضوع. الإجراءات والروتين عم يأخروا افتتاحه. ليش المركز صار جاهز؟ لا عم يجهز، بس أنت بتعرف الإجراءات رح تاخد وقت كتير. لا إذا بهذا الخصوص انسي، ما في مشكلة، بس يجهز المركز خبريني، أنا رح أكون جنبك وساعدك. Thank you.
وما كنت حابة أخذ رأيك ما كنت خبرتك عنه. بس بصراحة كمال بعد ما طلبت مساعدتك بخصوص المركز صرت أخجل أحكي عنه. فكري بشي واحد بس، هذا المركز رح يخدم ناس كتير ويرجعلهم حياتهم أحسن من الأول. حتى لو ما كنت بعرفك كنت رح ساعدك بهذا المركز. أنت عم تعملي عمل إنساني، أنا واجب أوقف جنبك وساعدك. أنا ما عم صدق إنه الحلم صار حقيقة. أنت بتستاهلي أكثر مني، وأنت كمان رح تكون معي شريك بالنجاح. أنا ما دخلني، أنت اللي عم تضحي بوقتك وشبابك مشان مشروعك الإنساني لحتى تساعدي الناس. أنا ما عملت شيء. تعبت كثير لحتى وصلت لهون، وما كنت وصلت له لولاك. بيني وبينك ما في فرق، المهم توصل الشحنة ونفتتح المركز. شكرا كثير لك. سمعت كثير عن الانجازات اللي عم تقومي فيها هون بالعياده اللي عم معالجه المؤمنين. ولو هذا شغلي واجبي. ما بعرف شو هو شكل التعاون اللي بيكون بيناتنا، بس بعتقد نحن بخندق واحد بالاخر. اكيد حضره المحقق ما في شك، بس انت بتعرف انه معلومات المريض وشخصه محميه بخصوصيه، وانا ما فيني اعطيك اي تسريب عن اي مريض بيجي لهون على عياده وهو عم يطلب المساعده وحابب يبلش حياته من اول وجديد. دكتورة أنت فهمتني غلط، نحن مو بحاجة معلومات أبداً، نحن على اطلاع على كل شيء. أنا بعتذر بس حسيت للوهلة الأولى أنه هيك مطلوب مني. لا أبداً، بس أنا شبه مكلف بالشكر مني ومن كل زملائي على الجهد اللي عم تساوي. شكراً كثير، وهذا فخر إلي أنه في ضباط بتآمن أنه المدمن ممكن يطيب ويكمل حياته بشكل طبيعي. لا ما في داعي، قلت لك دكتورة نحن مو بحاجة معلومات، شكراً. يعطيك العافية. الله يعافيك. قديش رح يكون معنا وقت تقريبا من وقت ما تتصل في رنا وتطلب اكل؟ رح يكون معنا بالكثير ساعة، ورح نكون انا وليليان جاهزين لحتى تعطونا الاشارة فورا. وبركي ما طلبت شي اليوم، ليش لو ترتبطوا فينا؟ التنفيذ لازم يكون بنفس اليوم، وما لازم حدا منهم يحس على غياب الثاني، وإذا حدا منهم تواصل مع الأغا فتأكدوا إنه خطتنا انتهت. أنا برأيي نكسب الوقت ونرجع لأماكننا، خلينا نجهز حالنا بيكون أحسن، ما؟ شو رأيكم؟ تحركنا، يلا. ما لازم تطلع من عنا ولا طلقة، ولا بتفشل الخطة. شو أخبار المركز؟ كله تمام، بس ناطرين دكتور رأفت لحتى يرجع من السفر ونبلش شغل النظام. ما عاد كتير مهم. ما فهمت. خلي الأمور ماشية على طبيعتها، وهذا المركز ممكن يكون واجهة لأي شيء ممكن نضطر له فيه. مثل ما بتريد يا أغا. إذا استجد شيء بخبرك. سلام.
أنا معك بهذا الكلام، بس لازم تقنع الباقيين بوجهة نظرك، تشرح لهم إياها ليقدروا يفهموك. أنا راح أحطهم بالصورة عن كل شيء عم بعمله وعم فكر فيه وبالتفصيل، وراح أثبت لهم بالدليل القاطع صحة كلامي. وليد وناصر بيحملوا نفس أفكارنا وأهدافهم هي أهدافنا، لكن يبدو أنه فهمهم وتقديرهم للأمور خاطئ. اسمع لك، أنا ما عندي وقت ضيع لحتى أقنع لناصر ووليد. نحن عم نواجه عدو ذكي جدا وبيعرف شو بده يعمل. يمكن إفشال مشروع مترو الأنفاق يكون ورقة رابحة بين إيديك حتى يقتنعوا أنك عم تشتغل بالطريقة الصحيحة. نحن ما لازم نوقف مشروع المترو بشكل نهائي، بهيك حالة كأنه نحن عم نقطع ذنب الحية ونترك الراس. نحن على كل رح نوقفه بشكل مؤقت حتى يحسوا بالأمان، لأن أكيد اللي ورا هيك مشروع يكون عندهم خطة بديلة ممكن يفاجئونا فيها بأي لحظة. وشو الحل برأيك؟ نحن قدرنا نقطع ذنب الحية، بس هذا الشيء ما بكفي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تفضلي مدام. بعد إذنك بدي وحدة بيتزا مثل العادة. إيه تكرم عينك، بس آسفين مدام، نحن في عنا شوية ضغط اليوم، يمكن نتأخر حوالي الساعة. ولا يهمك. أوكي أوكي، باي. طلبت بيتزا. رداد طلبت بيتزا. انت ليش عم تعصبي حالك وتعصبيني؟ لما ما كان فيكي شيء، ولما كنتي بالغيبوبة، وهلا وانتي على الكرسي، بكل تفصيل عم تعصبيني إلي، عم تحمليني إلي المسؤولية. لما تزوجتك تزوجتك لأني حبيتك، وما كنت متخيلة إنه بيوم من الأيام صير مصدر ألم لإلك. اللي صار صار وما راح يتغير شيء، ما فينا نحكي بالماضي، المهم هلا نحن شو؟ نحن؟ نحن زوجي؟ كل واحد فينا عايش بمكان، والذكرى الوحيدة بيناتنا هي الألم. يعني ما تغير شيء، لساتك أنت المظلومة وأنا الجلاد. كمال أنت ما فيك تنكر أنك جزء كبير من اللي صار. لأنه أنا اللي أعطيتك الحبوب وخليتك تدمني، ما؟ أنا اللي قتلت ابنها جوات بطنك لأنك أدمنتي على الحبوب وعلى المخدرات؟ أنا السبب؟ طلقني كمال، طلقني إذا أنت عم تفكر بهالشي وما عم تلاقي طريقة. أنا عم ساعدك وعم ريحك من هالإحراج. فينا نأجل النقاش بالموضوع لبعدين؟ إذا حابب تكون إنساني معي فأنت عملت اللي عليك وزيادة، ولحد هون بكفي. الورقة هاي بيكون تم الطلب؟ ايه نعم، بوقع عليها وانا بكمل الاجراءات بالمحكمة.
بأنك ترمي عليها اليمين. أنت طالت. أهلين معن. بس أنت بالشركة غادر فورا يا بيك. خير شو فيه؟ شكك طلعت محل. الأغل أنا ضدك ورجاله بطريقه اللي عندك لحتى يصفوك. خذ كل شيء فيك تستخدمه ضدهم واطلع فورا. طيب ماشي. خلصت انا شو اعمل هلا؟ حواليك شي مص؟ مص؟ ايه لحظة ايه صار معي المص شو معك روح التجارة تصير انا بطريقي لعندك طيب ماشي